ويفتح لنا ابواب السماء كده ان شاء الله بماء منهمر. ان شاء الله باذن الله. اصابه محمد محمود الناس كلها زعلت في الحقيقه، وواحد اتنكد امبارح بعد الاصابه دي للاسف، وحزن شديد جدا لدى كل جماهير الكره المصريه. تعليقك ايه؟ والله يعني هي كانت صدمه يعني، يعني انا شخصيا اول ما سمعت الخبر يعني اتصدمت في الموضوع. لا يعني تخيلت ان هي كدمه، تخيلت ان هي حاجه خفيفه، تخيلت خصوصا هي مش في نفس الرجل. ايوه محمد محمود لسه بيتعافى وبدا يرجع وانضم للمنتخب الاولمبي بعد ما اتعافى من اصابته في القدم. يفاجئ في الثانيه يجي له صليبي، يعني مفيش حظ طبعا اسوأ من كده، لكن في النهايه ليس امامه وليس امامنا الا التسليم بقضاء الله وقدره. ويعني ربنا ان شاء الله يعوضه خير، وهو لسه صغير ولسه شاب. لكن لفت نظري حاله العواطف الجياشه تجاه محمد محمود بشكل غير عادي، سواء من اللاعبين الاهلي بلا استثناء، من الجماهير، من اداره النادي الاهلي، حتى كابتن محمود الخطيب طبعا كان مهتم جدا بالموضوع، من لاعبين كبار، من لاعبين جوه مصر وبره مصر. يعني موضوع طبعا يدعو للتعاطف الشديد معاه، والدعوات ليه ان ربنا سبحانه وتعالى يساعده على العوده سريعا، لانه بقاله سنه ما بيلعبش، فهياخد ده هياخد له 9 شهور تاني. يعني الموسم برضه ضاع. محمد محمود موهبه كبيره جدا، يعني كنا بننتظرها بتلهف وبشوق ان هي يلعب. لكن انا عندي سؤال، يعني ليه احنا في مصر عندنا الرباط الصليبي ده كتير جدا؟ يعني انا شايف الرباط الصليبي بقى عندنا زي البرد عندنا في مصر، يعني زي الانفلونزا كده، الاب بيجي له الرباط الصليبي يعني. والرباط الصليبي ده ضيع مننا مواهب كتيره جدا، يعني عطلها. يعني انا شايف من ابرز الناس اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي وعطلهم الرباط الصليبي عمرو جمال. يعني عمرو جمال قبل الرباط الصليبي اللي اتعرض ليه بسبب ارضيه الملعب في مباراه كانت في اسيوط، يعني كان واحد من القامات الهجوميه الكبيره جدا اللي منتظرها الكره المصريه. عمرو بعد ما عمل عمليه الرباط الصليبي لم يستطع العوده للمستوى حتى الان، يعني بيحاول يعني. بس ده طبعا مش مؤشر يعني. لا لا طبعا، ما انا بقول لك ده مش مؤشر، وعشرات من اللاعبين عملوها ورجعوا لمستواهم عادي جدا يعني. بس بقول لك يعني الخسائر، طب ما عملها قبل كده حسن عبد رب وتعرض لاصابه النجم الكبير ورجع تاني، وعشرات اللعيبه في مصر، وفي محمود عبد العزيز في الزمالك لسه مصاب رباط صليبي يعني. واضح ان احنا عندنا يعني ظاهره الرباط الصليبي في مصر، يعني اعتقد ان احنا لازم نلاقي لها حلول، ولازم يتعمل حواليها مؤتمرات طبيه متخصصه عن الرباط الصليبي، وكيف نحمي الرباط الصليبي بتاع اللعيبه. هل ده لنقص في اللعيبه نفسها؟ هل في نقص طبي؟ هل مشاكل في ارضيه الملاعب؟ هل في احمال تدريبيه؟ هل في شكل تدريبي؟ اكيد ليها سبب معين يعني. فنبدا نتلافى السبب ده من كل الاتجاهات اللي موجوده يعني. طبعا قدر الله ما شاء فعل، وكل الحاجات دي الاصابه دي قدر. اكتر في الترنات يا استاذ اوس، يعني اللاعب وهو في الملعب لما ياخد قرار فجاه ان هو يلف مثلا او فينت معين هيعمله، فبيبقى في ماشي. طب ما هو اللعيبه طول الوقت بتاخد قرارات. طبعا. هو اللعيب مش هيقعد يفكر بقى في الصليب بتاعه انه هيتلف ولا ما يتلفش. أكيد, اكيد اكيد. بس مؤكد ان في لاعب بياخد القرار ولياقته وقوته وجسمه بيساعده، وفي لاعب ما بيساعدوش فبيحصل قطع للرباط. عايزين بقى نعرف الاسباب دي، هل في اربطه ضعيفه؟ طبعا محتاجين وجهات نظر طبيه كتيره جدا تكلمنا في هذا الامر. لكن الموضوع بيحصل في اوروبا عادي، يعني مثلا ساني لاعب مانشستر سيتي، بس نادرا لما بيحصل. نادرا لما بيحصل يعني. يعني قبل الموسم جاله صليبي سريع يعني ما بنشوفهاش كتير جدا يعني. بقت عمليه يعني، بقت من الحاجات اللي يمكن تلافيها او البعد عنها يعني. نتمنى طبعا السلامه لكل لاعيبه مصر، والسلامه للاعب النادي الاهلي اللي ما استمتعناش بموهبته لغايه دلوقتي، لكن بنقول له ان شاء الله انت ما زلت صغير السن، والفرصه ما زالت امامك كبيره باذن الله، هتستطيع العوده سريعا في موسمين فقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ولا بد ان ترضى بذلك، والمؤكد ان ربنا هيكرمك فيما هو قادم باذن الله. ما احجب الله عنك كان اعظم بالضبط. ان شاء الله يعني تكون دي حاجه مفيده، حاجه اخرى يعني، وان شاء الله يكون يرجع لنا سريعا محمد محمود، وكلنا في انتظاره طبعا يا استاذ. يا رب ان شاء الله. انتهاء الازمه اخيرا، ازمه الكره المصريه خلال الفتره اللي فاتت، واحنا اتكلمنا فيها كتير وتناولنا هذه الازمه بشكل مفصل على مدار حلقات كتيره من كلام في الميديا. بتشوف ازاي سيناريو الانتهاء من هذه الازمه وكيفيه تفادي تكرارها؟ يعني يمكن الاسبوع ده او الايام الاخيره من هذا الاسبوع كانت ايام حاسمه وايام مؤثره وايام مهمه جدا، واتحطت فيها الكثير من النقاط الحروف. يعني خليني في البدايه يعني احيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب على الجهد الكبير اللي بذلوه في الحفاظ على حقوق النادي الاهلي، الحفاظ على قيمه النادي الاهلي، الحفاظ على قدر النادي الاهلي. خليني كمان احيي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، رجل الدوله المحترم الذي يعني بذل كل الجهد واتخذ كل الخطوات اللي تساهم في انهاء ازمه كبيره جدا كانت موجوده في
الشارع الكروي المصري يعني. بالظبط. فالحمد لله يعني كانت ازمه ما كنا نتمنى ان احنا نصل الى هذه الازمه اللي وضعنا فيها اتحاد الكوره بسوء ادارته ليها من الاساس. فعلا. يعني كان من سهل جدا ان اتحاد الكوره يحل الموضوع ده ولا يلجا الى الاساليب العنتريه او الاساليب المفاجئه. يعني كان عمليه اصدار القرار في منتصف الليل وما سبقه من تلميحات كانت موجوده ده كله اثر على العمليه وخلى النادي الاهلي يبقى موقفه يعني انا ليه حق لازم اخده يعني. والاهلي كان مصر وكان متمسك وخصوصا بعد بيانه القوي والشجاع والمحترم كان مصر ومتمسك ان ياخد حقه بكل الطرق يعني. الحقيقه الامور كانت هتتصاعد وكمان اتحاد الكره يعني كان هيزيد الطين بله لما طلع قبل ماتش الجونه باربع ايام الحكام اللي رايحين يحكموا ماتش الاهلي والجونه دون تطرق في شكل يعني طبعا شكل دون حتى يعني تطرق من اللي خبره على فكره اللي شاف ان في ازمه موجوده يعني. فكان في شكل استفزاز كبير جدا واصرار على ان الامور دي انك مصر انك انت يعني صاحب الحق يعني تلوي دراعه وتضغط عليه اكتر ما انت ضغطت عليه. فالاهلي كان متمسك موقفه وظل الامر متمسك فخرج الامر من يد اتحاد الكوره. وهنا ياتي الدور الكبير للدوله المصريه اللي تعي قيمه النادي الاهلي وتعي قدر النادي الاهلي وتعي يعني اهميه وجود النادي الاهلي واهميه استقرار النادي الاهلي نظرا لما للنادي الاهلي. النادي الاهلي يعني كيان كبير جدا طبعاً. الاهلي كان بيبحث عن حقه والدوله تعلم ذلك وعلمت ذلك جيدا. الاهلي لم يكن يستقوي بجمهوره ولا باعضائه ولا باي حاجه ولا باسمه، كان يستقوي بالحق الذي معه. صح. ودي نقطه مهمه جدا يعني وكان مصر عليها. انت ممكن تلاقي حد مثلا يعني لو شخص عادي جدا وعنده حق تلاقيه قوي جدا لان صوت الحق دايما عالي يعني. فكان الحمد لله كان صوت الحق عالي والدوله سمعت هذا الصوت وارسلت الوزير المحترم الدكتور اشرف صبحي الى النادي الاهلي للكابتن الخطيب ربنا يشفيه ويديه الصحه يا رب ان شاء الله قريبا ويعود لكامل عافيته. وكان اجتماع قوي واجتماع مثمر واجتماع مهم. اجتماع كشف عن ان الاهلي متمسك بما اعلنه وبما اصر عليه وبما اتفق عليه مجلس الاداره. كانت لقطه مهمه جدا ان الكابتن محمود الخطيب يبقى معاه مجلس اداره النادي الاهلي. صح. وده مشهد مهم جدا طبعا. كان سهل جدا لما وزير دوله رايح لواحد موجود معاه او لشخصيه مهمه جدا هيقعد معاه كان ممكن الامور تمر عادي يعني. لكن هذه اللقطه ما تفوتش كابتن محمود الخطيب اللي متربي في النادي الاهلي لان النادي الاهلي ايا كان من يحكمه فالاهلي له قيمه وله مبادئه وله تقاليده وله مجلس ادارته اللي بيديره يعني. فالكابتن الخطيب في حدث مهم ده زي ده كان هناك اصرار على تواجد مجلس الاداره عشان يبقى القرار قرار لمجلس الاداره وليس قرار كابتن الخطيب. فدي كان مشهد وكانت لقطه مهمه جدا. طبعا. جرت اتصالات زي ما كلنا عرفنا مع الوزير مع جهات مهمه جدا في الدوله. صح. وانكشفت. صح. الصوره امام النادي الاهلي فبدات الامور تتضح وبدا ان الاهلي يتجاوب ويتحرك. يعني النادي الاهلي كبير فلما تاتيه الدوله الكبيره الدوله المصريه فلابد ان النادي الاهلي يكون الاكبر من كل شيء. ده لازم ناكد عليه طبعا. بص مصر فوق الجميع اكيد. بالظبط كده يعني. مصر فوق الاهلي وفوق الزمالك وفوقنا كلنا. مفيش نقاش. احنا مصريين ثم اهلاويه. صح. او زملكاويه. صح. او اسماعيلاويه. صح. او ترسلاويه. الموضوع ده ما فيهوش نقاش. مصلحه البلد قبل مصلحه اي حد طبعا ومقدمه على اي حد. فلما جت وحصلت اتصالات وظهرت الصوره وظهرت متغيرات جديده اتحاد الكره ما كانش يعني موضح صوره ولا عامل كان بياخد بلاي الدراع بيطلع قرارات في نص الليل. يعني النادي الاهلي تفهم هذا الموقف وتفهم هذا الامر ولكنه اصر على موقفه بعدم لعب مباراه الجونه. والحقيقه استجابت الجهات المسؤوله وتم تاجيل الدوري حتى يتم الخروج من هذا النفق المظلم ويبقى ماتش القمه بعيدا عن اتحاد الكوره. يعني حتى البيان اللي طلع من الدوله احنا طلع بيانين عندنا والبيانين كان بينهم ما كانش فيه اتفاق شديد بينهم. صح. بيان اللي طلع لغط شويه. بيان طلع من مكتب معالي الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وهذا البيان اكد يعني كان سريع ومحترم وموجز جدا واكد على تاجيل مباراتي الاهلي مع الزمالك والجونه بنفس الشكل كده. اتحاد الكوره قال لك تاجيل مباراه والامام ترتيبها بس الاهلي يتلعب في ختام الدور الاول دون ان يحدد ودون ان يعمل وكانه يريد في النهايه برضو ان يحاول ان يخرج بشكل معين في الموضوع. ما تاكد لنا بعد ذلك ان القمه لم يحسم موعدها ولم يتحدد موعدها وان الجهات الامنيه هي من تملك هذا القرار النهائي وان الاهلي احتراما لهذه الجهات واحتراما للدولة اللي كبرت الأهلي فالأهلي يكبر معها ويقدرها ويحترمها ويكون في مرونة في هذا الأمر. تم الاتفاق على أن الجهات الأمنية يترك لها هذا الأمر تماما. إذن ماتش الأهلي والزمالك خارج اتحاد الكورة.
في ايد الجهات الامنيه. في ايد الجهات الامنيه هي اللي هتحدد ميعاده، الميعاد ده امتى؟ قد يكون ممكن يكون مباشره بعد انت في بدايه الموسم اذا كانت الامور تسمح بذلك، قد يكون في وقت ما، قد يكون في ايا كان، ما دام الجهات الامنيه سترى ذلك والجهات الامنيه فتحت خط مباشر مع النادي الاهلي وهذا كان غير موجود والاهلي تاكد من ذلك، فخلاص الامور ما فيهاش حاجه، يعني مصلحه بلد ومصلحه مصر. وفي النهايه ده ماتش كوره يا جماعه مش معركه، يعني لو كانت مصلحه البلاد تستدعي ذلك والامور يعني في امور احنا ما نعرفهاش موجوده فالامور عاديه. احنا كلنا ورا البلد بس ده المهم، ده المهم في الموضوع. يمكن حتى الكابتن الخطيب اكد على ده حتى في تصريحات ثانيه هنتكلم عنها لاحقا، يعني ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. انا عايز اتناول طبعا تصريحات الكابتن محمود الخطيب بالامس لان ده شيء مهم وفيها العديد من الايضاحات الهامه جدا لجمهور النادي الاهلي بالتحديد وجمهور الكره المصريه بشكل عام يا استاذ اوسي. نبتدي كده نقطه نقطه، هم عباره عن كام نقطه؟ ادي 3 4 5 6 7 8 9 10 نقاط تمام؟ نبتدي واحده واحده، قال لك النقطه الاولى الرؤيه الامنيه لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب ان يتحدث اي شخص باسم الامن. بالظبط. ولو انت عايز تتحدث تتحدث في غرف مغلقه مش من خلال وسائل الاعلام. ده كلام مهم جدا، وخصوصا كلمه لا يجوز ان يتحدث احد باسم الامن. بالظبط. وان الاهلي بيقدر الرؤيه الامنيه لان الرؤيه الامنيه هي اللي موجوده في البلاد واللي شايفها بشكل اوسع، يعني ليها اتصالاتها وليها علاقاتها وليها قدراتها وليها اجهزتها اللي تقدر تقول بيها ان في امكانيه ان احنا نلعب المباراه دي او ما نقدرش نلعب المباراه دي. فالاهلي طبعا جزء من البلد، يعني الاهلي ليس خارجا خارج السرب. فمهم جدا الاحترام، فده اكد عليه الكابتن طبعا بشكل مهم يعني. بالظبط. موضوع توقيت الاعلان عن القرار، والكابتن تساءل في هذه الجزئيه وليه التوقيت كان الساعه 12 بالليل او 1 بالليل، يعني في النقطه الثانيه اللي هو اتكلم فيها. ما هو ده اللي هو اثار الازمه بشكل كبير جدا، يعني احنا عمرنا ما شفنا ان اتحاد الكوره، يعني اصلا رئيس الاتحاد كان في امريكا والاتحاد ما اجتمعش ومش موجودين، يعني والاتحاد مغلق. ازاي يعني يحصل كل ده ويتعمل قرار ويتبعت بيان لكل وسائل الاعلام ولكل الناس الساعه 12 بالليل بالظبط؟ يعني احنا قلنا عليه امر دبر بليل يعني قبل كده في الحلقه السابقه. موضوع غريب يعني، موضوع ما كانش موضوع واضح وموضوع وسبقه طبعا الحاجات اللي كانت سبقته واللي ادت الى التوترات الاكثر. فطبعا كان من الاسباب ده طبعا، يعني الاسباب دي لما الجهات الامنيه والدوله اوضحت هذا للنادي الاهلي فزال السبب اللي النادي الاهلي كان متمسك بيه وكان بيصر عليه يعني. بالظبط. ومهم جدا الاهلي من اكبر المكاسب ان كان البعض بيدعي على النادي الاهلي ان النادي الاهلي يعني مفيش اتصالات بينه وبين الدوله او ملفوظ من الدوله او مفيش اهتمام بيه. ما حدث للنادي الاهلي يؤكد وجود النادي الاهلي في بؤره الشعور، في دائره، في قلب الدائره في الاهتمام اللي بتهتم بيه الدوله في كل المجالات يعني. فدي صوره اكيد وصلت للناس كلها ومهمه جدا 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 يعني. طيب الجزئيه الثانيه او النقطه عفوا الثالثه بالتحديد هي رساله، عباره عن رساله للاتحاد المصري لكره القدم، وهو مطالبه الكابتن محمود الخطيب ان يحرص الاتحاد على ثبات مواعيد جدول المسابقه في الملاعب عشان يبقى في تكافؤ الفرص. يعني تشوف النقطه دي ومدى اهميتها. من اجل هذه النقطه الاهلي فعل كل ما فعل. يعني دي النقطه الاساسيه، الاهلي لا يطلب اكثر من انتظام جدول مسابقه الا لو حد عنده ظروف قهريه او ظروف اضطراريه او ظروف لعب مباريات قاريه، الاهلي لا يعتاد على ذلك. يعني لو كان ماتش الاهلي والزمالك محدد سلفا وجاي يوم 23 ولا يوم 22، يعني قبل او بعد ماتش الزمالك مع يعني لو كان ماتش محدد له الثلاثاء او محدد له الجمعه، المؤكد ان الاهلي كان اول من سيبادر بتاجيل بالموافقه على تاجيل الماتش يعني. لانه غير منطقي ان الزمالك يلعب النهارده زي ما كان حصل مع ماتش المقاولين يعني. فده ما حدش يتكلم فيها، لكن انك انت الامور كان قبل الماتش بخمس ايام وتيجي تعمل وتتدخل وما تبذلش جهود علشان المباراه تتلعب وتقعد تشقلب الجدول وتجيب الخامس في الرابع والرابع في الخامس. خمس ايام يا استاذ اوسي، ده هم كانوا ثلاث ايام. ما هم ثلاثه للماتش اللي في القاهره واربعه الماتش اللي بره مصر. انت بتتكلم فيما يتعلق باللوائح الخاصه باللوائح، وهم الاتحاد الكره هو اللي اعلن عنها يعني رسميا يعني. فده مهم جدا. بص، اي مسابقه لا تحترم جدولها لا احد يعني. احنا سبق واتكلمنا يا امير في بدايه الدوري الانجليزي لما اعلنوا الجدول واتكلمنا عنه وقلنا تقدر تفتح الجدول وتعرف في شهر 3 في شهر مارس في 2020 حتى طلعنا من الورق كده بالصدفه. بالصدفه في شهر مارس 2020 الساعه 9 هيكون ماتش مين. بالصدفه. صح. وهيتنفذ. ما في عمرنا ما سمعنا عن ماتش اتاجل في الدوري الانجليزي. ما تاجلش تحت اي ظرف من الظروف، حتى ما بتاجل بتاجل يوم واحد. ما فيش، ده بيبقى حاجه قهريه يعني، بتبقى معروفه وتبقى حاجه، ده استثناء معروف يعني، واستثناء ما حدش بيعترض عليه ويبقى كل الناس مقتنعه بيه في تواصل مع الناس. فليه اتحاد الكوره ما يعملش كده؟ ولا سيما ان هو اعلن ان جدول الدوري سينفذ بحذافيره وان الدوري سينتهي في يوم محدد وفي ساعه محدده. يعني الاستاذ عمرو الجنايني
اعلن قال لك الدوري هينتهي مش يوم 20 مايو مثلا يعني مش مثلا يعني. لكن يوم 20 مايو الساعه 7 مساء هينتهي الدوري. نقول له يا استاذ عمرو يقول لك يا ريس راجع نفسك مفيش فايده طلع الامور باظت خالص. يعني اللي حصل في الاسبوع ده يعني الحقيقه هد كل الحلم الجميل اللي احنا كنا بنبنيه على اتحاد الكوره وهدم كل الصوره الحلوه اللي احنا كنا بنتمناها. افضل قرار يا استاذ اوسي هو كان تاجيل الاسبوع الرابع بالكامل وتلعب الاسبوع الخامس لكل فرقه. كان ممكن عمل كده بالظبط يعني عشان تحاول تحافظ على شكل المنافسه وشكل المسابقه بشكل قوي وبيبقى بتواصل مع الانديه يعني ما الانديه دي بتستعد يعني تكلم الناس وتشوف الناس وتواصل معاهم. جزئيه التواصل دي هي النقطه الرابعه وهو تمني من الكابتن محمود الخطيب قال ان احنا نتمنى عند تحديد موعد نهائي لاقامه مباراه القمه ومناسب امنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها ان يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الاطراف المعنيه حتى لا يتكرر ما حدث. شفت النقطه دي اللي احنا اتكلمنا فيها ان مواعيد القمه اللي اتحاد الكره قال لك اخر الدوري يعني خلاص الاتحاد الكره حدده. لا اتحاد الكره ما حددش الميعاد، اتحاد الكره حب يعمل النقطه دي يعني بدون وضوح لكن اللي يعرفه النادي الاهلي واللي وصل للنادي الاهلي ان القمه في يد الامن الان بشكل رسمي وبشكل واضح وبشكل مباشر وان بعد نهايه كاس الامم الافريقيه سيتم الاتصالات والتنسيقات مع الجهات الثلاثه اتحاد الكره النادي الاهلي نادي الزمالك لحسم هذا الامر وتحديد موعد المباراه. واعتقد ان ده امور شوف لما تتواصل مع الناس تلاقي الامور سهله وجميله ومحدش هيبقى ضدك ابدا يعني اذا كانت لك حاجه في مصلحه البلد تستدعي ذلك اي كلام كان الامور تتم بهدوء بدون اي ازمات وبدون اي مشكلات يعني. تمني اخر من الكابتن محمود الخطيب في النقطه الخامسه واللي بيطلب من اتحاد الكرة المساندة والمساعدة في عودة الجماهير للمدرجات وأهمية حضور الجماهير مختلف انتماءاتها مختلف المباريات ولأن دي جزئية مهمة جدا. والله احنا يمكن من 2012 واحنا بنطالب بهذا الأمر احنا بنتكلم داخلين في 8 سنوات شهدت السنوات دي كلها غياب جماهيري عن مدرجات الملاعب المصرية وده أمر طبعا يعني غير مقبول لكن احنا في النهاية بنقبل بيه في اطار الظروف اللي موجوده اللي بتمر بيها البلاد. يعني انا بقول ان البلاد الحمد لله في وضع هادي ووضع مستقر ووضع امن طبعًا. بفضل الله واحنا ما نديش يعني شهاده للخارج عننا بايدينا يعني احنا لما هنقول للخارج احنا مش قادرين نرجع مش قادرين نلعب يعني ده اقل حاجه ممكن لذلك احنا دايما بقول ان الكوره يا جماعه مش مجرد لعب كوره ورياضه وترفيه وبتاع لا ده الكوره لما بتكون موجوده او الرياضه في بلد معين بتعبر عن استقرار البلد بتعبر عن هدوء البلد بتعبر عن تحضر البلد بتعبر عن تنظيم البلد بتعبر عن اقتصاد البلد لان هي جزء من المنظومه فاذا اختل حصل خلل في المنظومه هتلاقي خلل كبير جدا فاحنا الحمد لله يعني في حاجات كتير جدا اتظبطت بقي ان نضبط هذه الجزئيه وان يعود جمهور مصر للمدرجات واي حد يشكك في قدره الامن المصري على التنظيم فهو كاذب يعني ليه؟ لان ما حدث في كاس الامم الافريقيه شيء عظيم جدا وشيء رائع جدا مئات الالوف كانوا بيروحوا وكانوا موجودين وما كانش في اي ازمه ما كانش في اي مشكله المباريات القاريه بتتلعب بهذا الشكل يعني فاتمنى ان الامور يتم دراستها بشكل جيد جدا ويتم عوده الجماهير الى المدرجات وكله في اطار مصلحه الوطن يعني. النقطة السادسة وهو طلب من الكابتن محمود الخطيب بضرورة تطوير مستوى الحكام وتطبيق تقنية الفار وده طلب احنا اتكلمنا فيه اصلا كتير جدا كمان. ده طلب للنادي الاهلي من الموسم الماضي خصوصا موضوع الفار يعني لكن مهم جدا تطوير مستوى الحكام مهم جدا يعني هو كان ركز حتى على جزئية مهمة جدا هو بيتكلم على الحكام ان الحكم يعني يصل لشكل احترافي مميز يكون في مقابل مادي مميز للحكام يغنيه عن ان يفكر في شغلانه ثانيه يكون في عند الحكم المحترف الحكم المتفرغ يكون الاتحاد الكره يقدر يعمل ده يقدر يهتم بمنظومه التحكيم ويطورها يعني لما بنشوف حكام لياقتهم البدنيه قليله بنشوف حكام وزنهم زايد بشكل واضح جدا عبر شاشات التلفزيون بنشوف حكام مش مركزين بنشوف حكام اقل فنيا بتشوف ممكن تلاقي بعض المجاملات ممكن حاجات كتيره جدا بتحصل المنظومه الحكام دول يا جماعه رمانه الميزان دول يعني ميزان العدل في الكره المصريه يعني ده قاضي موجود فلا بد ان يكون على اعلى مستوى عشان تنتهي المشاكل شفنا في المباريات الاخيره في الدوري عده مشاكل وعده اخطاء تحكيميه يعني يمكن الجولات الاولى اول جوله ثاني جوله كانت الامور مرت بهدوء شفنا الجوله الثالثه والجوله الرابعه بدات الاخطاء تظهر بوضوح فعلا حتى لو كانت غير مقصوده فهي بتثير الشكوك في الحكام يعني مع احترامنا اليوم وتقديرنا ان مفيش حكم هو شكوك على المستوى الفني اي شكوك على المستوى الفني يعني شكوك في مستوى الحكام مش شكوك في الحكام يعني ده اللفظ اللي انا اقصده يعني عشان محدش يفسره بطريقه خاطئه يعني فده مهم جدا ودي نقطه مهمه جدا المفروض دي يعني
قواعد الكابتن خطيب بيوضحها وبيقول للناس احنا عايزين ده. المفروض هم يقعدوا مع الانديه ويشوفوا الكلام ده ويسمعوا الكلام ده وياخدوا الكلام ده ويطبقوه ويستفيدوا منه، لان كل ده في مصلحه الكره المصريه. يعني رقم 7 تفعيل دور اللجان، ده شيء مهم جدا. انت عندك لجان بس بدون لوائح محدده ومعروفه للناس. يعني مثلا عندك لجنه المسابقات لغايه دلوقتي ما فيش لائحه وصلت لغايه للانديه. يعني النادي الاهلي اعلن رسميا ان ما وصلتوش اي لائحه من اللوائح بتاعه الموسم الجديد اللي هو 19-20 حتى الان. طب انت بتحاسبنا على ايه وانا اتحرك معاك على اي اساس اذا كان انا ما كنتش عارف اللائحه اللي انا هتحاسب عليها؟ فمهم جدا اللائحه. كمان في لجان مش موجوده خالص اللي هي زي لائحه لجان الانضباط ولجان الاخلاق، دي مهمه جدا، دي لازم تبقى موجوده. يعني يمكن في كل الدوريات في العالم لما تحصل اي مشكله بيتم الاستعانه باللوائح دي او باللجان دي لتوقيع عقوبات على المخطئ بالظبط، بدون اي تمييز وبدون اي ظلم لاي حد. يعني فمهم جدا ان اي حد يخطئ يعاقب بهذه اللوائح، ودي مهمه جدا هتساعد على الانضباط وعلى الهدوء في المسابقه المصريه. الانضباط والاخلاق، ودي تكمله للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها، وخصوصا ان هو الكابتن محمود الخطيب بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه احنا ودينا 3 شكاوي لاتحاد الكوره بخصوص تجاوزات حصلت في حق النادي الاهلي مرتين، كان مع الاتحاد السابق ومره مع اللجنه اللي موجوده، ومفيش اي جديد ومحدش، واحنا منتظرين رد لحد دلوقتي. ده طبعا ده يعني هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، تفعيل دور اللجان بالزبط. ان اللجان دي تشتغل وتتحرك وتحقق وتصدر عنها عقوبات واضحه ومحدده يعني. طبعا طيب ضروره اختيار الانديه بلائحه الجزاءات، ده شيء ايضا مهم ان انت تعرفني اللوائح تمام عشان ما يحصلش لغط، تدي مثلا عقوبه لحد معين تبقى دي مره واضحه او خطا هو عمله، ممكن خطا تاني يحصل بس تبقى العقوبه مختلفه، وده ما ينفعش بالظبط. هي دي لائحه الجزاءات او لائحه لجنه المسابقات اللي بتدير عليها اساسها الموسم، يعني بحيث ان لما يحصل من اللاعب بتاعي حاجه ابقى عارف العقوبه اللي اتوقع عليه، والمنافس لما يحصل عليه حاجه تبقى برضه ابقى عارف العقوبه اللي اتوقع عليه. مش كل واحد يطبق عليه عقوبه بشكل معين او بشكل مختلف يعني. طيب. وانا قلت دايما يعني إن, إن, ان 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 العقوبات مهمه جدا ومؤثره جدا، ودايما في مبدا ومثل بنقوله اذا من امن العقوبه اساء الادب. فدايما لو ما عندكش عقوبات اكيد هتلاقي خروجات عن النص وعدم التزام وعدم انضباط. ولو كانت العقوبه هينه وهشه 5000 جنيه و10000 جنيه واللي يشتم مدرب واللي يشتم حكم واللي يشتم لاعب واللي يشتم جمهور فالكلام ده ما ينفعش يا جماعه. في حاجات ما ينفعش فيها التهاون، عقوبه يعني تبقى مؤثره وتوجع وتبقى على الناس كلها. احنا مش عايزين غير ادب احترام اخلاق التزام، يعني يكون عندنا مبادئ وقيم حتى واحنا بنلعب. يعني ده مهم جدا ويكون في احترام بين الناس. لو ما قدرناش نحقق الاحترام ده يبقى احنا فاشلين. صح. يعني بنشوف الدوريات الاوروبيه بنكرر كل مره وبنشوف واعتقد ان ده مثال، واعتقد ان احنا دلوقتي كلنا بنشوف الدوري الاوروبي الدوريات الاوروبيه كلها كما بنشاهد الدوري المصري، بل المصريين الان يشاهدون الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي اكثر ما بيشاهدوا مباريات في الدوري المصري. بنشوف الادب، بنشوف الاحترام، بنشوف الخلق، بنشوف القيمه، بنشوف ان الحكم كمان قبل كل شيء ما بقول لك ما هو النظام ما هو ده ايه اللي فرض ده؟ القانون. لان اي حد عارف انه يخرج عن الناموس اللي موجود او القانون اللي موجود هيتم قطع رقبته فورا. يعني بتشوف كبار نجوم العالم الحكام بياخدوا ضدهم قرارات، مفيش نجم يقدر يقرب ناحيه الحكم طبعا، مفيش حد يقدر يقرب ناحيه لاعب، مفيش جمهور يقدر يفتح يحذف حاجه، مفيش جمهور يقدر ينزل الملعب بالرغم ان مفيش اسوار دلوقتي في ملاعب اوروبا الدنيا مفتوحه، وخصوصا المدرج على الملعب على طول. ما بقول لك خصوصا في الدوري الانجليزي اللي كانوا مرعبين، اللي كانوا بيحطوا قدامهم عايزين سجون حوائط صد تمنعهم يعني، في تعصب هناك كبير كمان بالظبط. يعني فليه اللي حصل وصل معاه ده؟ بالقانون، بالنظام، بالالتزام، بتطبيق القانون على الكل تمام وكل التزم بهذا الامر. كابتن محمود الخطيب كمان طلب ايه؟ تكاتف الجماهير المصريه كلها بمختلف انتماءاتها وراء المنتخبات الوطنيه، وان الكل يساند المنتخبات الوطنيه خلال الفتره اللي جايه، وده هيبقى دور مهم بالتحديد للجماهير. يعني يمكن الحقيقه يمكن النادي الاهلي بشكل عام وطبعا وممثل في رئيسه ومجلس ادارته مهتمين جدا بالجماهير النادي الاهلي، لان هم بيعتبروا ان النادي الاهلي ده اللي صنع قيمه النادي الاهلي وجماهيريته وشعبيته وقوه النادي الاهلي نابعه من هذا الجمهور الكبير اللي موجود في كل انحاء مصر. دايما جمهور النادي الاهلي ده الكابتن بيؤكد على ان اللي بيحمي النادي الاهلي بالدرجه الاولى هو جمهوره، وان الجمهور ده ليه فضل كبير جدا على كل من في النادي الاهلي، لان هو اللي عمل القيمه ده وعمل الاسم ده وعمل التاريخ ده وخلى للنادي الاهلي قيمه كبيره جدا موجوده. انت بتتكلم في نقطتين يعني مع بعض بقى، اللي هي الاخيره والاخيره فيما يتعلق بالجماهير يعني كلها وفيما يتعلق بجمهور النادي الاهلي بالظبط. يعني فده مهم جدا ان احنا ان كان النادي الاهلي يهتم بيه، يعني بجانب ان الجمهور يعني كله ينسى اي خلافات خاصه بانديه
ويتكاتف خلف المنتخبات. دي قضيه لا نقاش فيها يعني، يعني مهما اختلف انتماءاتنا فنحن صف واحد خلف المنتخبات الوطنيه المصريه. وفي نفس الوقت الجماهير الخاصه بكل نادي عليها ان تلتزم بالنادي وتحترمه وتهتم بمصالحه ويكون في يعني ادب واخلاقيات في التشجيع، الحاجات دي كلها مطلوبه وكلها مهمه بشكل عام يعني. طيب بما اننا ختمنا تصريحات الكابتن محمود الخطيب بالجماهير، فبالتالي عايز اتكلم معاك على الهاشتاج اللي اطلقته قناه النادي الاهلي، وهو تحت عنوان منافسه لا خصومه. تمام. ومبادرة لنبذ التعصب، رأيك إيه؟ يعني طبعا مبادرة عظيمة جدا ومبادرة مهمة جدا، وواحد سعيد إن هي مرفوعة على قناة الأهلي للتأكيد على إن الأهلي دايما بيؤكد على إن الرياضة منافسة والرياضة مهمة جدا، يعني يكون فيها نوع من التسامح، نوع من الأدب، نوع من الأخلاقيات، ما فيهاش الخصومة، ما فيهاش معركة، إحنا مش في صراع مع بعض خالص موجودين على الاطلاق. فده شراع يا ريت الكل يلتزم بيه، وان نحصر المنافسه بينا جوه الملعب وليس بره الملعب. احنا مش في صراع، مش في معركه، مش بنتخانق على حاجه، يعني بنقعد نتخانق بره يا جماعه احنا عايزين نطور كره القدم، عايزين نطور التحكيم، عايزين نطور الملاعب، عايزين نطور المدرجات، عايزين نرجع الجمهور. دي الحاجات اللي المفروض نسعى ليها ونبذل جهد كبير فيها، لكن ان احنا نقعد نتصارع ونقعد نتخانق ونقعد نبعد فالكلام ده مرفوض. يا ريت نقفل الملفات دي، ويا ريت نبدا نقطه ونبدا من اول السطر. مهم جدا ان احنا يكون في بينا ادب، يكون في بينا احترام، يكون في بينا اخلاق، يكون في بينا تعاون، يكون في بينا تقارب. يعني انت لو كلمت عن القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك منذ قديم الزمان، الاهلي والزمالك يعني معا ايد واحده. يعني حتى بعض المشاهد زمان لما كانت في مباريات افريقيه للاهلي او الزمالك وكان محتاج دعم، كنت تلاقي مثلا نجوم النادي الاهلي يروحوا نادي الزمالك ويأزروهم وبتاع، ونجوم النادي الزمالك يروحوا النادي الاهلي ويأزروهم. كنا بنشوف المدرجات في ماتشات الاهلي الافريقيه وماتشات الزمالك الافريقيه نجوم من الطرفين، لكن نجوم الزمالك هنا رافعين العلم الابيض وسط الاحمر. صح. والاحمر وسط الابيض. فده مهم جدا يا جماعه، يا جماعه احنا مش في خناقه، والكلام ده مش هيوصلنا لاي نتيجه. يعني لا داعي للصراع، لا داعي للخصومه، لا داعي لافتعال ازمات ملهاش اي اساس من الصحه. يعني يا ريت كل واحد يركز في ناديه، يركز مع لعيبته، يركز مع فريقه، يطور في ناديه، يطور في المنظومه، يكون في اهتمام من اتحاد الكوره في مصر كلها لتطوير المنظومه كلها. نفسنا نشوف دوري محترم، مسابقه محترمه، ده اللي هدفنا يعني. ده الهدف من المنافسه، ونشوف يكون عندنا منتخب قوي بدل المنتخب اللي خيب املنا في امم افريقيا وطلع من دور ال 16 وطلع على ارضنا. نفسنا منتخب يبقى عندنا منتخب قوي. مش هيكون عندنا منتخب قوي الا لو كان عندنا نظام قوي، ولو كان عندنا عداله، وكان عندنا تكافؤ فرص، وكان عندنا فتح الطريق للمواهب وللكفاءات. من غير كده مش هنوصل لحاجه ولا هنحقق حاجه في كره القدم. عندنا حدثين مهمين جايين اللي هم كاس الامم الافريقيه. طبعا اولا كاس الامم الافريقيه للشباب 23، ويهمنا ربنا يكرمنا ويوفق المنتخب بقياده الكابتن شوقي غريب ويقدروا يتاهلوا، رغم اننا المستوى اللي ظهر بيه المنتخب الاولمبي قبل يعني يدعو لقلق شديد جدا 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 جدا، رغم ما يضمه هذا المنتخب من كفاءات. وعندنا المنتخب الاول بادئ ترجمه جديده مع كابتن حسام البدري، وداخل على تصفيات كاس الامم الافريقيه، وداخل بعد كده على تصفيات كاس العالم. يعني هنتكلم عن المنتخبين طبعا، مهم جدا يعني ان احنا يكون عندنا. لكن عايز اخد من حضرتك رساله يا استاذ اوسي للزملاء الاعلاميين في مختلف القنوات، سواء القنوات المتخصصه او القنوات العامه اللي فيها برامج رياضيه، يعني ايه الرساله اللي حابب تقولها لهم؟ يعني خصوصا ان البعض منهم بيحاول يخلق نوع من انواع التعصب مش مطلوب ده خلال الفتره الجايه. لا يعني الاعلامي ده يعني انت راجل موجود في مكان خطير جدا، مكان مهم جدا، مكان يعني لابد ان الكلمه اللي تقولها يعني تكون بتفكر فيها بشكل كويس جدا، او الكلمه اللي تكتبها انت كلمتك بتوجه الراي العام. كلمتك يا اما بتحرك واحد تجاه العنف، او بتحرك واحد تجاهك بعنف مضاد. طبعا فالكلام ده مرفوض. يعني ايه المشكله؟ انك انت خليك في ناديك، ركز في نفسك، يعني خليك يعني اتكلم دايما الرساله الاعلاميه بتاعتك تبقى رساله يعني مغلفه بالاخلاق، بالقيم، بالادب، بالاحترام. ده مهم جدا يبقى موجود عند كل اعلامي. من غير ده هيكون الامور مش مظبوطه. وباكد على ان برضه زي ما بنطالب بلوائح وجزاءات وعقوبات في الكوره وفي لجنه المسابقات، لابد ان يكون عندنا لوائح ان من يخرج عن النص برضه يعاقب. يعني الامور ما تتركش كده سداح مداح طبعا، وان اي حد يقول اي حاجه هو عايزها. يعني اي اعلامي يخرج عن النص او يلمح في كلامه او نشم في كلامه ان هو بيستفز الناس، بيروج لحاجات غير جيده، يعني بيدعو للتعصب، بيساهم في الاحتقان
شيطان وفتنه او حتى بتصرفاته خارج الاطار الوسيله اللي بيطلع منها يعني. يعني ده المفروض يعني حتى بقى على السوشيال ميديا عنده الصفحات بتاعته الخاصه بيه، المفروض برضو يكون عامل حساب ان هو لازم السوشيال ميديا دي حدوته ثانيه. ودي بتتعود باخلاقياتك كفرد بالظبط كده. انا بتكلم على الاشخاص اللي بيظهروا من خلال شاشات التلفزيون، لازم يراعوا ان هم مسؤولين دلوقتي بشكل كبير جدا. فبالتالي تصريحاتك حتى على السوشيال ميديا على صفحاتك الخاصه لازم تكون محسوبه جدا. ده كلام مهم جدا طبعا. طيب نروح شويه للمنتخبات ونقفل الملف ده. المنتخب الاول وبخلاف الاستعداد الفني لمباراتي كينيا وجزر القمر، لكن في ازمه للاسف وهي ازمه شرط القياده. وفيما يتعلق ان تصريحات الكابتن حسام بدري وقال لك ان انا عايز ادي شرط القياده، او ما قالهاش صراحه يعني، قال لسه ما حسمناش الملف. الكلام عن انه عايز يدي شرط القياده لمحمد صلاح في ظل تواجد لعيب بقيمه كبيره زي احمد، تعليقك ايه؟ انا يمكن سبق واتكلمنا في الموضوع ده وكان ليا رايي فيه. وكنت دايما مع ان الكفاءه هي اللي لابد ان تكون لها الاولويه، يعني ممكن يجي فتره تختار فيها كابتن ما يكونش على المستوى المطلوب. لكن اذا توفر هذا الكابتن بادميته وكفاءته فايه المشكله؟ ما فيش مانع في الموضوع يعني. بالظبط. انا شايف ان لما فتح الملف ده كان يعني فتحه غير مناسب وتوقيته غير جيد، وكان ممكن يفتح في غرف مغلقه بعيد عن وسائل الاعلام يعني. انت لما بتتكلم عن محمد صلاح وهو ترتيبه الرابع، طبعا مع تقديرنا الكبير لنجوميه محمد صلاح واحترامنا ليه طبعا وحبنا الشديد ليه يعني، ما فيهاش نقاش. محمد صلاح ترتيبه الرابع بعد احمد فتحي، سعد الله السعيد، احمد حجازي، والنني كمان، يعني ترتيبه الخامس يعني. فهل الخمسه دول يعني يصلحون ولا يصلحون؟ يعني عندك لا فيهم كفاءات كبيره جدا. لما اتكلم عن احمد فتحي فقامه كبيره جدا لا تقل عن محمد صلاح يعني. بعيدا عن انجازات الكرويه اللي تحققت وان ده بيلعب في ليفربول وده بيلعب في مصر وده خد احسن لاعب في افريقيا وده ما خدش، دي قضيه ثانيه. لكن لما اتكلم عن احمد فتحي قيمه وقامه كبيره جدا على المستوى الدولي، بعيد كمان عن قيمته في النادي الاهلي. بالظبط. يعني احمد فتحي هو اللاعب الوحيد تقريبا، ممكن يكاد يكون اللاعب الوحيد في مصر اللي شارك في جميع البطولات واللي فاز بجميع الالقاب، ولاعب يعني الرجوله كلها تجدها في هذا اللاعب، والكفاح والالتزام علاوه على اخلاقياته وقيمته. عمرنا ما سمعنا له ازمه عندنا في مشكله. فهذا اللاعب زي احمد فتحي بتوفر فيه صفات القياده، ما فيش مشكله خالص. يبقى الاقدميه مع ده شيء رائع جدا وشيء مهم جدا. فاذا توفر هذا فالامور تمشي تسير بهذا الشكل يعني. لكن هم اختلقوا ازمه وعملوا ازمه، واعتقد بس ان صلاح طلع واكد ان هو صلاح ما اتكلمش بشكل عام، بس يعني مصدر يعني اشياء ترددت ان هو ما فيش مذكره يعني. ما كان النجم الكبير كان محمد ابو تريكه كان موجود في النادي الاهلي وما كانش كابتن النادي الاهلي، وهو كان رقم واحد في مصر والعالم العربي وفي افريقيا يعني. فدي مش الازمه اللي ممكن يقف عندها محمد صلاح ويقف عندها المنتخب. لكن انا شايف ان احمد فتحي ليس قليلا على هذا المكان، وحقه راجل بقاله سنين طويله بينتظرها. لان طبعا يعني دي لما بتحط في السي في بتاعه بتفرق كتير جدا. كابتن منتخب مصر حاجه عظيمه جدا ومهمه جدا. نتمنى ان الامور دي تنتهي وما يكونش حواليها مشاكل كتير جدا، وكلها ضوابط واضحه ومحدده، اقدميه مع كفاءه. ده مهم جدا في ده مهم. طيب عايز ارجع لرسائل جمهور النادي الاهلي لمحمد محمود على صفحات القناه المختلفه، وعايز ابتدي بفيسبوك لان في الحقيقه في رسائل كتيره جدا للاعب يعني. يعني احمد الحسني الحسيني، احمد الحسيني قال واصبر على ما اصابك، ربنا يصبرك يا ابني وترجع اقوى ان شاء الله باذن الله. سامح الوكيل قال الف سلام عليك يا غالي وما يحسد المال الا اصحابه وتقوم ان شاء الله بالسلامه. محمد رفيق قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربنا يلهمه الصبر ويجعله في ميزان حسناته. جمهور الاهلي معاكم مستنيك. كوين بيقول ربنا يشفيك يا رب، كلنا بنحبك ومعاك وفي ظهرك ومندعمك من قلبنا بجد، اصبر ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، ما تيأسش وهترجع وتكسر الدنيا وصدقني خير ان شاء الله باذن الله. رحاب صالح حياة ربنا يشفيك وترجع بسلامه الملاعب ان شاء الله باذن الله. الناس كثيره جدا. حسن مكي قال ان شاء الله القادم افضل ونحن في انتظار عودتك للملاعب يا بطل والحمد لله على كل شيء. نروح لتويتر شويه. حسن مندور قال ان شاء الله ترجع اقوى من الاول. اسراء قالت استرح قليلا وعد محاربا، لم يفت الاوان ولا يزال هناك متسع من المعركه ومن الوقت اكيد يعني. حماده سعيد قال انت حبيبي وربنا يشفيك وان شاء الله ترجع احسن من الاول، ما تقلقش ابراهيموفيتش كان عنده الرباط الامامي والخلفي ورجع في 6 شهور فقط، الاراده هي اهم شيء. امير خالد قال ان الله اذا حب عبدا ابتلاه، ربنا يشفيك وترجع احسن من الاول ان شاء الله كلنا معاك. اخر رساله هقراها السفير قال على حبك وثقتك في الله اكيد ربنا هيكافئك وشايل لك الاحسن ومستني تنور ملاعب كره القدم تاني يا بطل.
دي كانت رسائل كتيره جدا من جمهور النادي الاهلي، واحنا اصرينا طبعا ان احنا نحاول نتواصل مع الجمهور العظيم، خصوصا ان الكل حزين في الحقيقه بعد اصابه محمد محمود، فالرسائل كانت مهمه للاعب، وان شاء الله يعود سريعا للملاعب مع النادي الاهلي ومنتخب مصر باذن الله، سواء الاولمبي او الاول باذن الله. يا استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا ليك، وتحياتي لكل جمهورنا الاهلي وجمهور مصر في كل مكان، وان شاء الله المرحله القادمه تكون مرحله افضل من المرحله السابقه، ونتخلص من كل السلبيات اللي كانت موجوده فيها باذن الله. باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير، كان معانا النهارده ضيف في حلقه كلام في الميديا والفقره الحواريه بالتحديد في الجزء الثاني من هذه الحلقه. دي كانت حلقتنا، ان شاء الله يوم السبت حلقه جديده وبدايه اسبوع جديد من هذا البرنامج. الى اللقاء.